الحرم الجامعي لجامعة جورج واشنطن. وهذا المخيم كما ترى في اللافتة هناك كتب عليه بأن هذه هي منطقة محررة وهو مخيم التضامن، أي بمعنى آخر أن هذا المخيم لا يخضع، مخيم الاعتصام لا يخضع للإجراءات التعسفية التي يصفها الطلاب بحق المخيم الآخر الذي ما يزال قائما داخل الحرم الجامعي من خلال محاولات التضييق التي تمارسها إدارة جامعة جورج واشنطن عندما قامت بمحاصرة المخيم الاعتصام داخل حرم هذه الجامعة، محاصرته من كل الجهات ولم يسمح للطلبة المعتصمين بالتحرك واستخدام أي مرفق عام داخل حرم الجامعة، وأيضا منعوا حتى المسعفين الذين كانوا يتناوبون بالحضور والتواجد فيها داخل ذلك المخيم من الحضور مجددا. وبالتالي هم يقولون أي حالة لربما صحية أو طبية أو عارض صحي يتعرض له من يعتصم داخل الحرم الجامعي فعليه المغادرة ليذهب إلى المستشفى أو أي مركز صحي آخر. وبالتالي جاء هذا التخييم الآن هو لدعم وللتضامن مع المخيم الذي لا يزال قائما داخل حرم جامعة جورج واشنطن. وأيضا الأمر الآخر، حجم التضامن لا يقتصر على الطلاب فقط وهذه نقطة مهمة، أيضا حتى أهالي الطلاب حضروا إلى هنا لتأييد التوجهات التي يقوم بها أبنائهم لجهة الحرية والمطالبة بالحرية لفلسطين ووقف إطلاق النار فورا على غزة، وكذلك وقف ما يصفونها بالإبادة الجماعية التي تمارس بحق الفلسطينيين. وعمليات التضامن وطبيعة التضامن هي اختلفت، حتى الأهالي في المناطق السكنية هنا في هذه المنطقة حيث تقع جامعة جورج واشنطن حضروا تأييدا للطلبة المعتصمين، ناهيك عن حملات التبرع التي نشاهدها بين الحين والآخر من خلال توفير الشرب والأكل وإضافة إلى المستلزمات الضرورية الأخرى للمعتصمين. كما ترى الآن لربما هذه أحد المشاهد للذين يأتون بهذه ربما المساعدات العينية للطلاب المعتصمين. هنا الأعلام الفلسطينية بطبيعة الحال مرفوعة، وحتى الآن لا يبدو أن هنالك تجاوبا من قبل إدارة الجامعة لمطالب المتظاهرين، وهذا ما حدا بهؤلاء الطلاب إلى الاعتصام ونصب هذه الخيم. هذه الخيم للتوضيح هي نصبت منذ ليلة أمس، وبالتالي الطلاب هنا هم قضوا الليلة الماضية وهم نائمون في هذه المنطقة، معتصمون في هذه المنطقة طيلة الليل، ولا يبدو أنهم سيغادرون في ظل تعنت إدارة الجامعة بموقفها. وبالتالي نحن أمام حالة تصعيدية إنجاز القول ربما من كلا الجانبين، من جهة إدارة الجامعة تحاول تضييق الخناق بهدف فض الاعتصام، ومن قبل الطلاب الذين يؤكدون بأنهم باقون هنا، باقون في هذه الساحة، باقون داخل الحرم الجامعي حتى تلبية مطالبهم.